مرحبا بكم مشاهدينا حول العالم في حلقة نقاش جديدة. ضيفتنا اليوم هي إعلامية سياسية مصرية، كانت الناطقة الإعلامية لحزب الغد المصري، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية منها إحنا فين وأخيرا برنامج تحت عنوان إعادة نظر. ضيفتي وضيفتكم تتميز بوجهة نظر سياسية ثاقبة، هي أيضا رشحت ومرشحة الآن لمجلس الشعب المصري. ضيفتي وضيفتكم هي الإعلامية السياسية المصرية جميلة إسماعيل. سيدة جميلة مرحبا بك معنا. مرحبا بك، مرحبا بك في القاهرة. سيدة جميلة، بداية كيف تعرفين نفسك للجاليات العربية حول العالم؟ والله أنا بعرف نفسي أنا مواطنة مصرية خط معركة ضد الاستبداد وضد الفساد وضد نظام سلطوي مستبد ديكتاتور. نعم. عبر السنوات الماضية أنا وغيري من النساء والرجال في صفوف القوى السياسية الوطنية المعارضة سابقا والموجودة حاليا، اللي هم بيحاولوا يشكلوا النهاردة برلمان معبر عن هذه القوى. نعم. وقوى الثورة برلمان حيكتب و هيشارك في كتابة الدستور في مصر.